جمعة مباركة علينا وعليكم، وأمس تكلمنا عن التضخم، واليوم نتكلم عن أحد أهم أدوات إيقاف التضخم. أيوة صح، سعر الفائدة. وراح نتكلم عن هذا الموضوع في عدة أجزاء. في وقتنا الحالي التضخم ظاهرة عالمية فاقمتها الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات كوفيد-19 في الصين، ولمكافحته تتخذ بنوك مركزية في العالم إجراءات مماثلة، وقد يكون رفع سعر الفائدة الأداء النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، لكنها ما قد تصيب دائما. من الناحية النظرية تقول القاعدة أن قرار رفع سعر الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، مما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، ويعود ذلك إلى أن البنوك ستزيد سعر الفائدة على الراغبين في الاقتراض، مما يعني أنهم أي عملاء البنوك قد يتخذون قرار بتأجيل الاقتراض إلى حين هبوط أسعار الفائدة، وبالمحصلة ستكون السيولة النقدية والاستهلاك أقل، ويبقى الهدف من قرار رفع سعر الفائدة امتصاص السيولة النقدية من السوق لإبطاء الاستهلاك، وهو أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد. كما أن رفع سعر الفائدة سيدفع في اتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار، وهنا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق. الحين السؤال الأهم، كيف يؤثر سعر الفائدة على الاقتصاد؟ الإجابة راح تكون بكرة. طابت أوقاتكم.